عليكم جميعا ومرحبا بكم في قناة لام صفية. واليوم جبت لكم طريقة عمل سمك القرب طاجين أو سمك الكوربين في كل مدينة طبيعة الحال. وكيفاش كيسموه؟ كي يقول لي سمك القرب، كي كيسوا تقول لي سمك الكوربين، يعني وكل واحد وكيفاش كيسميه. كيديروا به شواق طبان مشويين في الفران، كيجي مبخار حيت ما فيه الشوك بزاف وفيه غير الهبره. بالنسبه لينا حنا في مدينه الداخله عندنا مشهور هذا السمك ومعروف طريقه حاله، كيتصدر لجميع الدول. على بركه الله نبداو اليوم. عندي نص كيلو ديال سمك القرب او سمك الكوربين، عندي نص كيلو شللته وغسلته وحطيته هنا، خليوه على جنب. وعندنا واحد ثلاثه البطاطات، نصهم طبيعة الحال فرشوه في الطاجين، نص ديالهم هنا. وعندي فلفله، فلفله حاره حامضه ومطيشه وحده. انا كندير غير طاجين ديال جوج الناس، وبالنسبه لكم راه كل واحد وكيمشي على حسب القياس ديال افراد العائله ديالو. نبداو على بركه الله. عندي واحد جوج معالق كبار ديال قزبر ومعدنوس مفروم مقطع بطبيعة الحال، رويس ديال معلقة ديال كامون. ندير معكم طاجين عادي اللي كنديرو انا يومي عندي هنايا وكيجي بنين. معلقة صغيرة ديال الكركم او خرقوم عرق، معلقة صغيرة عندنا ديال سكنجبير، وجوج معالق صغار ديال التحميرة، واحدة جوج، ومعلقة صغيرة ديال البزار على حسب كل واحد وشحال كيدير ديال البزار. نبداو عندنا معلقة ديال الملح، كل واحد على حسب الذوق، الملح بطبيعة الحال حسب الذوق. وعندي هاد نص حامضة، النص ديالها كنديرو في الطاجين الفوق والنص ديالها كنديرو هنا الوسط، كنحيدو ليه داك هاد العصيفات ديالو هكا، نحيدهم. وكنعصر هنايا، كنعصر النص ديال الحامضة، كنحيدو داك العصف على شكل لقي يدي هي الاولى بهذا الشكل، نعصرو النص ديال الحامضة بهذا الشكل هذا. وشوية ديال زيت الزيتون وشوية ديال زيت الروم، كندير كل شيء انا في دقة. عاد انا وريكم كيفاش كندير ليه. من بعد ما درت وغنديرو شوية ديال الخرقوم على حساب، انا بعد مرات ما كنديروش كاع، شوي صافي ملون. ونبداو على بركة الله. عندي هنا طاجين فرشت ليه قبل بطاطا، واللي عنده خيزو بطبيعة الحال يدير خيزو لتحت على حساب، انا بعد مرات ما كيكونش عندي كاع خيزو، كندير بطاطا ونخلطو هاد المقادير هكا اللي درناهم الاقوال. نبداو بالسمك هو الاول بهاد الطريقة، كندير ليه هكا، كنمرو على داك اللقامة اللي درت بهذا الشكل هكا، وكنحطو هنا بهذه الطريقة. نديرو الأخرى حتى هي، كاين اللي كيقسمو مربعات صغار على حساب كل واحد وكيفاش كيقطعو. أنا قطعتو هكا بهذا الشكل، قطعو ليا راجلي هكا، كي جابها حية غسلناها وقردناها مربعات طوال على حساب بعد مرات كنبغي نديرو قطبين
كنقادو قطبين بهذا الشكل هذا، وكتبقى عندي هاد العطريه اللي زايده، فهي غادي نديروها بطبيعه الحال. عندي ديك البطاطا اللي بقات، غنفرشها دابا هنا في الجناب بحال هكا. هذا راه كيما قلت لكم الطاجين ديال جوج الناس او ثلاثه الناس على حساب كل واحد الافراد اللي عنده في الدار شحال. وراه متواجد في المحلات هاد الحوت، وانا هاد القوام كنديرهم في جميع الحوت اللي عندي، يا غنديرو في الفران يا غنديرو كندير نفس هاد القوام اللي درت دابا. ونديرو هاد فليفلة هنايا هكا الفوق بحال هكا، نيرني هكا هاد الشكل. وديك المعطيشه نديرو لها بحال هكا قطعو، انا كندير غير معطيشه وحده هكا. نجي هكا كيما كتشوفوا معايا، تجيني بزاف انا ساهل حيت قياس قياس مزروب دغيا دغيا. يجي هكا وكنشدوا داك القوام اللي بقى عندنا، ما كنزيدوا عليه لا لا ما لا والو كما هو. نديروا معلقه كما بغيتكم وكنفرقوا على ديك الاقامه وداك داك هاد الاقامه وهذا الشيء، كنفرقوا على الطاجين هكا كامل بهذا الشكل باش ما يضيعش ديالنا. ما كندير فيه لا ما لا والو حيت الحوت كيطلق الماء. وغنديروا على عافيه مهيله 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 بزاف صافي، وكنخليه يطيب على عافيه مرخوفه بهذا الشكل. هذوك هذيك القامه اللي بقات صافي، وهذوك الحويمدات نص حامضه قطعنا نصها، بقى عندنا النص ديالها حتى هو بطبيعه الحال ما غاديش يتلاح. غنديرو بهذا الشكل، نحيد لها العصف ديالها هذاك العصيفات ديالها، ونديرهم هنا الفوق على حساب كل واحد. وكاين كيبغي الحامض غير الوسط في القوام، كاين ما كيديروش كاع مع المقادير كيديروا غير هكا الفوق، على حساب كل واحد وكيفاش كيبغي. انا كنديرو في جوج جوي، نديرو حامض هكا واحد شويه حتى هو ما نضيعوش. نديرو كيجي بنين وبسيط، ما كنبغيش نقوي الاقامه بزاف. هذه هي الاقامه اللي كندير انا فيه اليوميه عندي في الحوت كامل، كي هكا كيف اللاطه بالطريقه هكا. كنديرو داك الحامض وديك فليفله ديالنا بحال هكا، ونحطوه دابا يطيب كما قلت لكم. وهذا هو الطويجين ديالي اللي صايبت معكم اليوم، المتواضع والبسيط بطبيعه الحال. يلاه طفيت عليه كما قلت لكم، ما كنديرش الماء حتى هذيك مطيشه كتخلي واحد شويه ديال الماء في الطاجين. وهذا هو الطاجين ديالنا اليوم، وكنتمنى نكون فدتكم. وما تنساوش تشاركوا هاد الفيديوهات مع الاصدقاء ديالكم، والضغط على ابوني زر ابوني بطبيعه الحال، والجرس، وشكرا، ولايك بطبيعه الحال، وشكرا.
إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله.